فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المعتزلة في صاحب الكبيرة، هل هناك فرق بينهم وبين الخوارج في هذه المسألة؟ إيه، في بينهم فرق. الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويخلد في النار، كفرونه. المعتزلة يقول لا، حنا ما نكفره، حنا نقول ليس بمؤمن ولا بكافر، بل هو في المنزلة بين المنزلتين، وإذا مات ولم يتب فهو كافر ومخلد في النار كما تقول الخوارج. نعم.